بالنسبة لإحضار الوليدات للمسجد هذا لا حرج فيه وينبغي تشجيعهم على ذلك وعلى تعويضهم على ذلك وللأمهات أنهم يعتنوا بهم ويعلموهم آداب المسجد. والسن المميز في الغالب هو 7 سنوات هو السن اللي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باش نعود وليداتنا الصلاة فيه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إلى 7. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان كيبغي يدخل في الصلاة وبغي يطول فيها لكن يسمع صراخ الطفل فيخفف يتجوز في الصلاة مخافة أن تفتتن الأم. الوليدات اللي كيجيو المسجد مع الأمهات ديالهم إذا كانوا ينضبطون بالأوامر لأمهاتهم يعني يأتمرون بالأمر وينتهون بالنهي يعني لا نهاتهم كيتنهوا هادو لا بأس أنهم يجيو. إذا كانوا ممن يشوشون على المصليات وعلى المصلين باللعب وبالانتقال من مكان إلى مكان ومن بالعبث ربما بالممتلكات ديال المسجد قد هذا الأمر هذا غير 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 مقبول. في هذه الحالة يمنعون الأطفال عن طريق أوليائهم كنقولوا للوالدين ديالهم راه إلا كان الوليد ما كينضبط شي بالآداب ديال المسجد وغادي يخلق واحد النوع ديال التشويش والإزعاج لباقي المصلين فالأولى الأم أنها تبقى في البيت ديالها مع الوليدات ديالها وصلاتها في بيتها مع وليداتها راه أولى لهذه الأسباب هذه. فالحاصل الله أعلم أنه الوليدات إذا كانوا ينضبطون ويأتمرون بالأمر وينتهون بالنهي لا بأس من إحضارهم المسجد وأمر مرغب في ذلك ومحبب. إذا كانوا سبب للتشويش وإزعاج المصلين فهنا نقول أنهم بقاء الأم مع أبنائها في البيت أولى لها والله أعلم.